الثلاثاء ويوم الأربعاء كانت بالنسبة إلينا أياما ثقيلة ودامية، وكانت أيضا امتحانا كبيرا. استطعنا بعون الله تعالى، وما سأتحدث عنه أيضا بعد قليل، وسنتمكن إن شاء الله من تجاوز هذا الامتحان بشموخ وبرؤوس مرفوعة. المهم أن لا تسقطك الضربة مهما كانت كبيرة وقوية. وأقول لكم بكل اطمئنان وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه الضربة الكبيرة والقوية وغير المسبوقة لم تسقطنا ولن تسقطنا إن شاء الله. نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو، جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة. على 11 شهر عم نقول هذا الكلام، ممكن هذا الكلام متكرر الآن، ولكن هذا الكلام يأتي بعد هاتين الضربتين الكبيرتين، بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الآلام. أنا أقول بوضوح، أياً تكن التضحيات، أياً تكن العواقب، أياً تكن الاحتمالات، أياً يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة. لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير، وكما قلت في سياق الكلمة هو غير مسبوق، وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. لجغرافية هذا الاستهداف تحديدا النقطة